معانا يا جماعة النهاردة عشبة بتنزل السكر بسرعة البرق. مش بس كده، لا ده اتعمل عليها دراسة سنة 2000، لقوا ان هي بتقلل السكر بسرعة رهيبة. تاني حاجة بتزود افراز الانسولين اللي موجود في البنكرياس، بتقلل الكوليسترول الضار اللي موجود في الدم. ده ايه المادة اللي معانا دي وازاي نستخدمها؟ كل ده في الفيديو، ما تستعجلوش وتسمعوه بقى للاخر، وتعالى بينا نشوف اهمية الوصفة وايه في المادة سنة اللي معانا. 2000 اتعملت دراسة على المكون اللي معانا ده، لقوا ان هي بتنتج الانسولين، ومش بس كده لا ده بتقلل نسبة السكر في الدم بشكل سريع. فالاطباء نصحوا انك تاخديها. ايه دي بقى وايه اهميتها وازاي ناخدها؟ فهي من احلى وافضل المواد اللي ممكن تتاخد على الاطلاق لتظبيط مستويات السكر في الدم. مش بس كده هتفرز انسولين، مش بس كده هتظبط الدهون الضارة في الدم. فتعالوا بينا نشوف ايه العشبة اللي معانا دي، في منها الحبوب ومنها المطحون، هنتكلم بالتفاصيل عنها بالظبط وازاي ناخدها. يا ريت بقى اللي مش مشتركين في القناة ينزلوا يشتركوا ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد، والناس اللي لسه ما وصل لهمش اي فيديوهات جديدة يبقى انتم مش مفعلين زر الجرس، فعلوه واعملوا لايك للفيديو ده وشيروه لكل الناس عشان كل يستفيد. تعالوا بينا نشوف ايه اللي معانا. اللي معانا دي يا جماعة كزبرة، زي ما انتم شايفين دي كزبرة، ديت حبوب ودي المطحونة. تمام، يبقى ديت كزبرة اللي هي حبوب ودي المطحونة. ايه اهميتها بقى وهل الدراسة دي قوية؟ ايوه، الدراسة قالت سنة 2000 ان مسحوق بذور الكزبرة بيعمل على انتاج الانسولين بشكل كبير وبيخفض نسبة السكر في الدم، عشان كده الاطباء بينصحوا بيه. طب ايه فوائد الكزبرة لمريض السكر؟ احنا في هنا في الفيديو ده نتكلم عن فوائد الكزبرة وازاي ناخدها. الكزبرة عشبة موجودة في بلاد البحر الأحمر، ويتم استخدام بذورها وأوراقها كمان في الأطعمة، عشان كده فينا بنستخدمها أصلا بشكل كبير، وسبحان الله هي منظمة للسكر. تمام، غير إن هي مهمة لمريض السكري فهي مقوي جدا جدا للأعصاب، فبتساعد الكزبرة برضو على خفض نسبة السكر في الدم. مش بس كده لا ده بتعزز افراز الانسولين اللي موجود في البنكرياس، وده في خصوص للمريض السكر نوع الثاني، بيبقى عنده شويه انسولين متخزنين مش عارفين يطلعوا، فاللي يطلعهم هي الكزبره. مش بس كده لا ده مهمه لان نسبه الكوليسترول الضار في الدم، بتقلل الكوليسترول الضار في الدم، ومصدر جيد جدا لمضادات الاكسده. فمن الحاجات الحلوه قوي ان الكزبره كمضاد أكسدة قوي قوي جدا، فبالتالي مضادات الأكسدة اللي فيها بتحارب الالتهابات اللي في الجسم، وبتحتوي على مواد ليها تأثير مضاد للسرطانات ومعزز للمناعة وتأثيرات كحماية الأعصاب وغيره. طب فوائد الكزبرة بقى الناشفة دي، بيسموها كزبرة ناشفة، ايه فوائدها لمريض السكري خصوصا دي؟ يعني اول حاجه بتحتوي او بتمتاز الكزبره الناشفه دي ان هي بتحتوي على مواد كثيره ومعدنيه بتركيز اكتر من اللي موجوده في الكزبره يا جماعه الخضراء. ما في كزبره خضراء كده بنستخدمها، دي بتسهل عمليه الهضم وبتعمل على تحسينها، بتعزز وظائف الجهاز الهضمي كتير جدا، حتى تلاحظوا ناس بيستخدموها للامساك وغيره، بتعمل على تعزيز وظائف الكبد، بتساعد الكزبرة على امتصاص الحديد اللي موجود في الغذاء، وتعمل على تقوية الدم وبتحميه من الإصابة بالأنيميا. دي الكزبرة، الكزبرة الناشفة خصوصا، يعني تمنع إصابة الأفراد من الإصابة بتصلب الشرايين، بتحافظ على صحة العينين، وبتعالج التهاب الملتحمة اللي هو الاحمرار وشعور الفرد بالحكة بتقعد تدعك في عينيك وغيره، فالكزبرة بتمنع ده. بتعمل على الشفاء من اللون الداكن، الشفاء لو فيها لون داكن او غيره من انيميا وغيره بتعالجها، بتقلل الالم المصاحب للدوره الدمويه. يعني غير ان هي مفيده لمريض السكري، بتنظم السكر وبتقلل نسبه السكر في الدم وبتفرز الانسولين، ليها فوائد تانية طبعا. بتقلل طبعا من تساقط الشعر وبتقوي بصيلاته، بتطرد الغازات من البطن عشان كده بتمنع الانتفاخ والشعور بالانتفاخ والغازات اللي موجوده في البطن، الوقاية من الجدري وعلاجه. ليه؟ لأنه لقوا إن الكزبرة بتحتوي على زيوت أساسية غنية بالأحماض ومكونات مزيلة للسموم دي ومضاد للميكروبات وغيره، فلقوها إن هي مادة كويسة جدا جدا للجدري. فالكزبرة حاجة كويسة جدا بالنسبة للمريض السكري، ولو حضرتك إنك أو حضرتك عندك مشاكل تانية.
تمام. الكزبرة لها قدرة قوي قوي على تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم، فده هيقلل سمية الدهون اللي موجودة في القولون. عشان كده الكزبرة كويسة جدا جدا قوي، ان هي بتقلل الدهون الضارة اللي موجودة في القولون، بتمنع الجلد من التهيج والإحساس الكزبرة بالحكة، برضو، بتفتح الشهية وغيره. فوائد الكزبرة بقى الخضراء، احنا خلاص اتكلمنا عن الناشفة او الناشفة لما تطحنيه، الاتنين نفس الايه الفوائد اللي احنا لسه قايلين. الخضرة بقى بتعمل على تنشيط البنكرياس، فبتحفز على افراز الانسولين، بتطرد الجراثيم والبكتيريا وغيره، بتطرد مرض وخصوصا اسمه السالمونيلا، بتكافح كله من الغازات والانتفاخات. دي الخضرة، هي تعتبر زي دي بس دي اقوى يا جماعه لو انت بتاخد كزبره خضراء دي اقوى منها. الكزبره الخضراء اللي هي اوراق خضراء بقى بتكافح وبتعالج الحروق والتقرحات والجروح، بتديكي قوه لانها بتزيل الشعور بالتعب والارهاق. بتفيد العظام، ايوه الكزبره مفيده للعظام يا جماعه، دي حاجه مهمه لانها بتحميكي من هشاشه العظام وغيره، وبتعالج التهاب الروماتيزم والمفاصل، بتقضي على الشعور بالقلق والاعصاب الضعيفه لو اعصابك ضعيفه او حاجه بسبب السكري، فبتقوي الاعصاب. طيب الكزبره برضو بتعمل ايه؟ بتزيد الراحه النفسيه والجسديه. بتشفي بقى من الناس اللي عندهم قولون عصبي، عندك قولون عصبي، عندك انتفاخ غازات، الكزبره بتغسل لك الموضوع ده كله، تمام؟ بتساعد جهاز المناعه في تأدية دوره وغيره، بتحل جميع مشاكل الامراض الجلديه، وبتساعد على افراز الحليب لو الست بترضع او غيره. فيها بقى حميزه برضو للشعر خصوصا للستات لو هم مهتمين بالحوار ده، يعني انت مش هتاخدي السكر بس، ده مهمه في حاجات تانية. بتساعد الكزبره على انبات الشعر بشكل كبير. ودي ازاي نستخدمها للشعر؟ انك عن طريق وضع كاس من عصير الكزبره مع معلقه من الكركم المطحون، وهتحطيها في إناء كده وتخلطيها جيد، ثم تضعي الخليط ده على الشعر وتسيبيه لمدة نص ساعة، وبعد كده تغسليه. بتمنع تساقط الشعر يا جماعة بطريقة كبيرة جدا. زيت في بقى، احنا اتكلمنا عن الكزبرة وازاي بتظبط السكر في الدم وغيره، صح؟ في منها حاجة اسمها زيت الكزبرة، لو سمعتوا عنه ده، بيقولوا ان هو من احلى المواد لإزالة رائحة العرق. ليه؟ لأنه بيحارب البكتيريا فيمنع تشكلها، وبيؤدي إلى برضو إن هو بيشيل رائحة الإيه العرق الكريه. بتستخدم أصلا يا جماعة كمادة حافظة، اللي هو زيت الكزبرة، لمنع تلف الأطعمة. في ناس بيجيبوها زيت الكزبرة، أنا بكلمكم بكل معلومة وكل حاجة عشان تبقوا عارفين أنتوا بتتكلموا عن إيه، وحتى المواد اللي هتطلع منها إيه أهميتها. بيستخدموا بقى زيت الكزبرة ان هو كمادة مضادة للأتلفة للأطعمة ان هي تبوظ. فالكزبرة نتيجة للي احنا قلنا ده كله، مادة ممتعة ومادة كويسة ممكن نستخدمها. نستخدمها ازاي؟ في كذا حاجة ممكن تتعمل. ممكن مثلا الكزبرة دي، انا لسه عاملة فيديو على فكرة نازل من يومين تقريبا او يوم، بيتكلم فيه ان الكزبرة ضفناها للزعتر وضفناها لمواد تانية، ورق زيتون تقريبا، وعملنا منها معلقة، خدنا معلقة منها يعني المقادير بالظبط كانت نص معلقة من كل حاجة، وغليناها وشربناها كوب واحد في اليوم، فظبطت لي مشاكل السكر وافرزت لي الانسولين وغيره. ممكن تستخدمها لوحدها، بس الافضل الحاجات اللي انا بنزلها وصفات، وارجعي تاني وشوفي. فمادة رهيبة. مش بس كده، انها بتعتمد على تظبيط السكر في دمك، لا، او تظبيط الانسولين، لا، ان هي بتظبط لك المضاعفات اللي ممكن تحصل. يعني انا لسه قايلين مهمه للعظام، مهمه للجهاز الهضمي، مهمه لتحسين النظر، مهمه مثلا للمود، يعني انت اكتر، ودي يعتبر من احلى المواد اللي بتغسل السموم في الجسم، ودي برضو بتعمل على التخسيس. في ناس بياخدوها للتخسيس، ودي حاجه بيشتكوا منها برضه السكر، ان وزنهم بدأ يزيد في الفتره الاخيره، او هم اصلا وزنهم زايد. اصلا مشكله الوزن الزايد يا جماعه بيجيب مقاومه انسولين. الوزن الزايد يعني دهون كتير، الدهون بتيجي تترسب على مستقبلات الانسولين فبتقفلها، فبالتالي بيحصل مقاومه انسولين. فديت باختصار فوائد الكزبره وطريقه الاستخدام، وليها طرق كتير جدا جدا ممكن تشربها مره واحده في اليوم زي ما احنا قلنا، مره واحده على الريق وغيره.
فيا ريت بقى لو استفدتوا ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، واهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا جدا جدا ليكم. اي حد عنده استفسار، عنده سؤال، عمل وصفه، في حاجه مفيده، يا ريت يكتب لنا تحت. وزي ما انتوا عارفين ديت حاجه بتتاخد مع الدواء، ما بتوقفيش اصلا الدواء اثناء ما بتاخديه. يلا شكرا لكم.